السلام عليكم. منذ الانقلاب والاشياح في صنعاء إلى عاصفة الحزم إلى الانقلاب الثاني في عدن، لا يزال قرار الشرعية اليمنية معاقا ومختطفا. وبعاقة قرار الشرعية تم إعاقة القرار الوطني، وباتت اليمن بلا صانع قرار يضعها ومشروع استعادة الدولة كأولى الأولويات. لا يقتصر الأمر على تقييد صلاحيات الرئيس من خلال ابتكار العديد من الأشكال التي أشرف عليها التحالف بما فيها اللجنة الثلاثية، بل وصل الأمر وبرعاية التحالف إلى سحق اعتبار الشرعية اليمنية وإضعاف مؤسسات الدولة وتمكين أشكال مسلحة من خارجها للانقضاض عليها كما حصل في عدن. إذن لم يظهر الرئيس هادي لمخاطبة الشعب، هي حالة صمت غير مبررة لم يفهمها الشعب. الحكومة بوزرائها هي الأخرى التزمت الصمت واكتفت بالقول إنها لا تزال في قصر المعاشيق، لكن لا توضيح لما حدث في ظل مرحلة عصيبة تبدو فيها ضبابية المواقف جريمة إضافية. وبحسب متابعين، لم تعد هذه حرب الشرعية الباحثة عن الدولة، بل حرب الاستغلال لدماء اليمنيين التي تراق لبناء مجد دولة أخرى. وفي الظل تكمن الفكرة الشيطانية توفير الظروف والشروط اللازمة للبدء بتمزيق المنطقة وتقسيمها. ويبقى السؤال المصيري، كيف يمكن تحرير القرار السياسي للدولة اليمنية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه الحلقة من المساء اليمني. ينضم لي للنقاش عضو مجلس النواب الأستاذ عبد الكريم الأسلمي. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا. حياكم الله. إذن مشاهدينا الكرام، سنبدأ النقاش في هذه الحلقة، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. يطول أمد الحرب في اليمن، فترتفع وتيرة الانتقادات على أداء الشرعية. فما حدث في عدن ألقى بظلاله الثقيلة على مصير الدولة المحمولة على كتف الشرعية، فيما الشرعية بات قرارها ليس بيدها كما يبدو. اليمنيون يعيشون مأزق الحرب وتداعيات انقلابين في شمال الوطن وجنوبه. يبدو صمت الرئيس هادي وحكومته عن الجريمة جريمة موازية كما يقول متابعون. بات من الواضح أن الحكومة التي يجدر بها أن تعمل كفريق واحد قد أصبحت كجزر متباعدة، وكل يعمل وفق مصالحه الشخصية بعيدا عن فكرة استعادة الدولة. ربما هذا كان أحد الأسباب التي حالت دون اجتماع مجلس النواب الذي يخشى منه أن يواجه شلل الحكومة وإخفاق التحالف أو يعرضهما للمساءلة القانونية والشعبية. منيع، وأنا أعي ماذا أقول، البرلمان كان جاهزا وتوفر النصاب. يعني ربما البعض يتصور أنه عدم انعقاد البرلمان هو عدم توفر النصاب. توفر النصاب، عدد الموالين من النواب يومها كانوا أكثر من 140 عضو برلمان، كان فقط نحتاج للنصاب إلى 137. وهناك نواب كثير كانوا خارج اليمن، خارج البلد، ليسوا في المملكة العربية السعودية ولا في اليمن ولا في دولة الإمارات، كانوا في دول أخرى، كانوا جاهزين لو أنهم رأوا شيء من الجدية. ولهذا الذين منعوا البرلمان من انعقاد التحالف والشرعية نفسها. يشكك مراقبون بسلامة قرارات ومواقف الرئيس هادي إزاء ما يحدث، وتدور تساؤلات حول تقييد صلاحياته من قبل التحالف وتحديدا اللجنة الثلاثية. يصارع اليمنيون على جبهات عدة، أبرزها المقاومة على الأرض ومكافحة حزمة كوارث مميتة تبدأ من الحرب والمجاعة والأوبئة ولا تنتهي بالجماعات الناشئة خارج سياق الدولة. وبين هذا وذاك يتساءل الناس عن إمكانية تحرير القرار السياسي للدولة، هذا إذا كانت نوايا التحرير جادة. أما إذا باتت الحكومة مرتهنة لمن يدفع مرتباتها فذاك شأن آخر. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي هنا البرلمان اليمني الأستاذ عبد الكريم الأسلمي. أهلا بك أستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا بك وبالسادة المشاهدين. حياكم الله. إذن كبرلمان يمني أستاذ عبد الكريم، يعني تعلم ما يجري أو تراقب ما يجري في اليمن، ما هو مصير الدولة اليمنية أمام جميع ما يحدث؟ حقيقة الدولة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي عليها في 2014 أصبح موقفها صعب جدا. يعني حصل عليها تآمر شديد سواء داخلي أو خارجي، وحصل أن الناس تفاءلت خير مع تدخل التحالف العربي بعد ذلك في محاولة لإنقاذ الدولة اليمنية وإعادة الشرعية للحكومة وإنهاء الانقلاب. ولكن بمرور الوقت وبالمراقبة الدقيقة للأوضاع اتضح أيضا أن التحالف ليس لديه الجدية الحقيقية في إعادة الدولة اليمنية
ولا في إعادة الشرعية، بل استخدم الشرعية كغطاء وكورقة لتنفيذ أجندة خاصة به في اليمن. طيب أنت تتحدث عن بمرور الوقت، ألم يكن الأمر واضحا منذ البداية؟ هناك كثير، يعني هناك الكثير من يتحدث أن الأجندة كانت واضحة، لكن الحدث وصعوبة الأمر بالنسبة لكثيرين وبالنسبة حتى للشرعية اليمنية التي لم يكن كما يبدو لديها خيار في ذلك الوقت، اضطرها لطلب هذا التحالف بهذا الشكل وبهذه الشروط. صحيح هذا الكلام. الشرعية ممثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي وكذلك في الحكومة اليمنية لم يكن بيدها شيء إلا أن تطلب العون من التحالف، وكذلك الشعب اليمني في معظمه تفاءل كثيرا بتدخل التحالف لإنقاذ اليمن من العصابة التي عملت عليه الانقلاب، لكن اتضح من خلال الواقع بأنه أيضا التحالف ليس جاد في هذا الكلام، وإنما استخدم الشرعية واستخدم حاجة اليمنيين إلى تدخله لتنفيذ أجندة خاصة به، وهذا ما نلاحظه الآن على أرض الواقع. الشرعية أصبحت حقيقة بين نارين، ما بين ضعفها وعجزها أمام الإنقلابيين وأمام قلة الإمكانيات بيدها، وأمام أطماع المتدخلين من التحالف العربي، فصاروا لا يمتلكون حقيقة يعني قرارهم بشكل كامل وبشكل صحيح. أيضا ضعف الإمكانيات بيد الشرعية، الشرعية الآن لا تمتلك أي إمكانيات، منذ اللحظة الأولى لتدخل التحالف في اليمن وضع يده على كل مقدرات اليمن الاقتصادية وحتى السياسية والأمنية والعسكرية، وألحق الشرعية به إلحاقا يعني، فصار هو المتحكم في كل الجوانب، وصارت الشرعية حقيقة يعني مسلوبة القرار، تابعة للتحالف في كل شيء، معتقدة في البداية بأن التحالف فعلا جاد وسيقودها إلى القضاء على الانقلاب وإلى إعادة الشرعية وإلى تحرير اليمن، لكن كلما مضينا إلى الأمام يتضح أن هذا الكلام غير صحيح. بدأنا في 2014 بانقلاب في صنعاء، والآن في 2018 بانقلاب أيضا على الشرعية في عدن، فماذا يعني هذا الكلام؟ طيب أمام كل ذلك، هل كانت يعني مسلوبة من قبل التحالف ككتلة واحدة أم أجزاء من التحالف؟ ونتحدث هنا مثلا عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد جزءا رئيسيا أو جزءا فاعلا، ربما أبرز الفاعلين أو ثاني أبرز الفاعلين. أنا في اعتقادي الشخصي، أنا شخصيا بأن التحالف منسق في عمله في اليمن تمام التنسيق، لا يوجد تضارب ما بين القرار السعودي والقرار الإماراتي، وهناك تنسيق كامل ما بينهما ويلعبون لعبة مشتركة، لكن الدور الإماراتي هو أوضح وأكثر بروزا من الدور السعودي. السعودي اللاعب السعودي يلعب بهدوء وبذكاء ومن وراء الستار، وله أسبابه الخاصة في ذلك، لكنني أنا لا أستطيع نهائيا أن أبرئ السعودية بأنها ليس لها دور فيما يجري من أحداث في اليمن ومن سلب قرار للحكومة اليمنية. لماذا؟ لأني أعرف أن السعودية بمكانتها وحجمها ووزنها وتأثيرها على كل الدول المنطقة هي صاحبة القرار بما تمتلكه من ثقل حتى عالمي. السعودية ليست دولة حتى نقول صغيرة أو إقليمية، حتى هي دولة يعني حقيقة مؤثرة عالميا، فلا يعقل أن الإمارات هي المؤثرة الآن على القرار السعودي، إنما أنا متأكد أن هناك تنسيق متكامل بين الطرفين، ولكن كما قلت بما أن السعودية تمتلك خبرة وتجربة أفضل ولعلاقات سابقة مع اليمن، هي تفضل أن يبقى دورها هكذا وتفضل أن يتحمل الإماراتيون المسؤولية، أن يكونوا هم بالواجهة يعني. نعم، وأن يكون الإماراتيين هي المخلب الواضح والبارز أمام اليمنيين، لكن لا أعتقد إطلاقا أن السعودية فعلا بعيدة عن هذه الأحداث وهذه الأمور، وأن الإمارات هي من تقود كما يطرح البعض، لأنه مثل هذه النظرية تفتقد إلى مقومات الترابط، لا ليست مترابطة يعني سياسيا ومن جميع الجوانب، يعني دولة الإمارات مهما كانت تبقى دولة صغيرة ومجرد تابع في يعني المنظومة الخليجية للسعوديين. صحيح عندها أطماع الآن، أصبحت يعني أطماع حتى عالمية، الإمارات الآن أصبحت عندها أطماع في السواحل تمتد إلى كل الدول من اليمن إلى مصر إلى ليبيا إلى غيرها إلى حتى عالمية،
لكن أيضا في المنطقة هي يبقى الدور السعودي هو الأقوى والأبرز وهو المؤثر وهو المسيطر في هذا. لكن كل ذلك ويعني وكل دلائل تشير إلى الآن إلى أن مهمة التحالف العربي أو ما أعلن عنها التحالف العربي أنه سيتدخل بسببه كأهداف وضعها إلى الآن لم ينفذ بشكل كامل، ما يعني فشل هذه المهمة وفشل هذا التدخل، ألا يؤثر ذلك على سمعة هذا التحالف، على سمعة هذه الدول، على يعني شكلها أمام العالم حتى؟ في السياسة عادة ما يعلن غالبا غير ما يعني يعمل له أو يرتب له ويخطط له. صحيح أن التحالف أعلن من ذو البداية أهداف محددة لعملياته في اليمن، وهي إعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب وتنفيذ المبادرة الخليجية وتنفيذ مؤتمر الحوار الوطني. هذه هي الأهداف التي كانت معلنة، لكن تعال نأخذ من يوم تدخل التحالف إلى الآن ما يقارب 3 سنوات، هل تحقق ولو جزء يسير من هذا الكلام؟ لا على الإطلاق، بل بدأوا في قضية القضاء على الشرعية التي كانت الأمل الوحيد المتبقي للشعب اليمني يستندوا له في مواجهتهم مع الانقلابيين. بدأوا هم الآن يقلصوا دورها ويسلبوها قرارها ويقلصوا أي مساحة لها في الداخل اليمني. معروف أن الرئيس عبد الرب منصور ممنوع من العودة إلى عدن إلى المناطق المحررة بقرار إماراتي وبقرار من دول التحالف. معروف أن الحكومة نفس الكلام لا تستطيع أن تذهب إلى المناطق المحررة. معروف أن مجلس النواب حتى الآن لم يستطع أن يعقد هناك جلسة بسبب الأوضاع التي خلقها التحالف. معروف أن موارد اليمن جميعها التحالف والمسيطر عليها ولم يمكن الدولة منها، وبالتالي فإن أهداف التحالف المعلنة غير ما يجري على أرض الواقع. طيب هل يشمل ذلك أيضا بقية دول التحالف؟ يعني الإمارات والسعودية ليست يعني بمفردهما فقط في هذا التحالف، هناك أيضا السودان وهناك أيضا دول أخرى، مصر مثلا، الأردن، حتى الكويت بشكل أو بآخر. هذه الدول جميعها ما هو موقفها أو طريقة تعاملها مع ما تقوم به هاتان الدولتان بفرض يعني نظرية صحة نظرية ما تقول؟ الدولتان الرئيسيتان في التحالف هما السعودية والإمارات، بقية الدول هي تدخل ثانوي وبطلب من السعودية أو الإمارات لعلاقات خاصة وليس كقناعة حتى في بعض الدول، يعني لعلاقات سياسية وأمنية واقتصادية ما بينها وبين المملكة، بل أن بعض الدول تدخلها في التحالف هو شكلي حتى يعطى صورة للرأي العام المحلي والعالمي بأن هناك تحالف كبير يعني يقود العملية في اليمن، بينما الواقع الدولتان الرئيسيتان في التحالف ومن لهما يعني تأثير ودور قوي جدا هما الإمارات والسعودية. يعني حتى مثلا السودان التي لديها قوات على الأرض في نهاية المطاف وتشارك في المعارك. نعم، لكنه لا يلعب أي دور على المستوى السياسي نهائيا، ومسخر تدخله العسكري على أرض الواقع ضمن المجهود العسكري للسعودية أو الإمارات، له وجود عسكري في الجنوب وله وجود عسكري في جبهة ميدي ضمن إطار السعودي، ولكنه يشتغل ضمن العمل السعودي الإماراتي فقط بدون أن يكون له أي رأي خاص به. طيب في هذا السياق يعني إذا ما فهم أن للإمارات نوع من المطاعم يعني مطامع على مستوى الموانئ وعلى مستوى السواحل اليمنية عموما، ما هي المصلحة السعودية في إذا صحت وجهة نظرك في أن تبقى اليمن مضطربة؟ السعودية منذ فترة يعني كما يعرف اليمنيين أنها هي لا تطمع أساسا في الأراضي اليمنية حقيقة، ولم نعرف عنها هذا، وبدليل توقيع اتفاقية الحدود مع اليمن يعني وأصبحت الحدود مرسمة، لكنها تبحث عن نفوذ في اليمن وتبحث عن نقطة مهمة جدا هي ألا يوجد يمن مستقر وموحد وقوي، لأنه هذا تعتبره بالنسبة لها ضد مصالحها الأمنية والاستراتيجية، ولذلك هي تبحث دائما عن وجود يمن مقسم، وسعت إلى هذا في عام 94 معروف في حرب الانفصال، هي دعمت الانفصال بكل قوة ومع الإمارات أيضا، يعني هؤلاء الدولتين كان دورهم قوي جدا في دعم حركة الانفصال وفشلت في تلك المرة،
وكذلك هي تسعى إلى وجود تأثير لها ونفوذ على مختلف مستويات التأثير في اليمن، بدءا من رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة ومجلس النواب والمشايخ والأحزاب وجميع الجهات الفاعلة. هي تسعى إلى أن يكون لها نفوذ هناك. الهدف منه هو أن يبقى اليمن ضعيف ويسير ضمن سياستها المحلية في النهاية. يعني هي النقطة أستاذ عبد الكريم، هذا الوضع الحالي في اليمن، وجود كتلة ذراع كما توصف ميليشيات الحوثي، ذراع إيرانية في البلاد على الحدود السعودية، والبلد بهذا الوضع القلق والمضطرب، ألا يؤثر ذلك على الأمن القومي السعودي يعني في نهاية المطاف؟ هو يؤثر وبقوة، والحرب الدائرة في اليمن ستؤثر على مستقبل المملكة بشكل كامل أيضا، وعلى مستقبل دول الخليج بالكامل. إذن كيف يمكن فهم ذلك؟ هم يعتقدون أن الأمر ما زال تحت السيطرة، وأن الهدف مما يجري الآن هو إضعاف اليمن، وسيتوقفون عند هذه النقطة، بينما الواقع يقول لا، أن الأمور ستفلت وستستمر كرة الثلج بالتدحرج، وستنال الجميع، يعني ستصل الأضرار إلى جميع الأطراف. السعوديين كانوا في البداية هم تغاضوا عن الحوثيين عندما خرجوا من صعدة واستولوا على حاشد ووصلوا إلى عمران واقتحموا العاصمة صنعاء ووصلوا إلى تعز ووصلوا إلى الحديدة، ولم يتدخلوا إلا عندما اقتحم الحوثيون عدن واقتحم الجنوب، لأنه كانت يعني الأمور تقول أنه هناك اتفاق أن يتوقفوا عند هذه النقطة، ولكن الحوثيين مع حليفهم علي عبد الله صالح لم يتوقفوا عند هذه النقطة وخرقوا الاتفاق، فاضطرت السعودية للتدخل لإيقافهم عند حدهم. ومن هنا يتضح حقيقة المطامع لدول التحالف، بأنه ليس تدخلها حقيقة هو من أجل استعادة الشرعية، وإلا كما وما يحصل الآن في عدن هو يثبت هذا ما أقوله، لأنه الآن السعودية تحارب في الشمال وتضرب الحوثيين على اعتبار أنها ستعيد الشرعية، ثم في عدن الآن انقلاب من المجلس الانتقالي الممول حتى إيرانيا والمدعوم إماراتيا ضد الشرعية. ونلاحظ أن البيان الذي صدر من الحكومة السعودية، البيان الرسمي، بيان ضعيف جدا وهزيل، ويساوي بين الأطراف ويدعو إلى ضبط النفس وإلى التهدئة وإلى الحوار بين الأطراف، وجعل طرف الإنقلابيين مثله مثل طرف الحكومة الشرعية. هنا تتضح الصورة بأنه تدعيم لمجلس انقلابي في عدن، وشن حرب على جماعة انقلابية في صنعاء، والهدف من هذا كله هو إضعاف الحكومة الشرعية القائمة وسلبها قرارها، بحيث يبقى قرارها السياسي مرتهن بيد دول التحالف لينفذوا من خلال هذا الارتهان ومن خلال هذا الضعف ما يريدون. طيب أستاذ عبد الكريم، دعنا نشك معنا في الحوار دكتور فيصل، عفوا دكتور معن دماج، مدرس الأكاديمي والباحث الذي انضم لنا عبر الهاتف من تونس. أهلا بك دكتور معن. أهلا وسهلا، مساء الخير، حياكم الله. إذن دكتور، لو تحدثنا معك عن القرار السياسي للدولة اليمنية الآن، بعد يعني في خضم ما يجري من أحداث كان آخرها ما أعلن على أنه محاولة انقلابية في عدن، أين هو الآن؟ ما هي أبعاده وما هو شكله وما هي حدوده؟ والله لو عدنا إلى طبيعة يعني التطورات التي حدثت في صنعاء منذ الجائحة الحوثية، ومنذ تحول الحوثيين من اجتياح صنعاء إلى غزو المناطق اليمنية بما فيها الجنوب، ذلك كله كان مؤذن بدخول البلد، ليس فقط في حرب أهلية وليس فقط في حرب إقليمية، ولكن كان مؤذن بولوج اليمن في مرحلة من فقدان من الناحية الموضوعية، فقدان السيادة ربما لعقود. الذي زاد الأمر سوءا هو أن القيادة أو الحكومة الشرعية ودولة الرئيس هادي لم تتمتع بالإرادة الكافية لفرض استقلال الإدارة الإرادة أمام التحالف العربي، ولم تمتلك هذا الاستقلال في كثير من المنعطفات المهمة والاستراتيجية، ولم يتم تنظيم العلاقة بين الحكومة الشرعية وبين دولة الرئيس هادي وبين أطراف التحالف العربي بقيادة السعودية،
وبالتالي يعني كان من المتوقع طبعا مع الأمر الأسوأ الذي حدث أن المقاومة الشعبية أيضا كانت فاقدة لروح الاستقلال ولم تستطع أن تستقل لا عن دولة الرئيس هادي ولا عن التحالف العربي، وجرى تكبيلها وتحويلها إلى مؤسسة ضخمة وعاجزة وفاشلة تنتظر التمويل، ويتم الحديث دائما عن التمويل ويتم التعويل على تدخل الطيران العربي في كل منعطف وفي كل قرية. عندما يحصل أي انكسار يقولون ليس هنالك أباتشي وليس هنالك طيران. هذه الروح القعيدة وهذا الإقعاد المنظم في الواقع لما كان مقاومة وما زال مقاومة شعبية واسعة تمتلك كل شروط التطور والانتصار وحرمانها من القدرة على الإدارة الذاتية، كلها كانت تؤذن بأن الهامش، ونحن نتكلم في الجانب القانوني، نحن نتكلم من الناحية الموضوعية، عندما تدخل في تحالف بهذا المستوى بهذا الحجم وبهذا المستوى المادي والدعم العسكري لا تتوقع من حلفائك أيا كانوا، والمسألة ليست أخلاقية، أنهم يقدمون مساعدة أو أنهم حتى مهما كانت هناك مصالح مشتركة ومخاطر مشتركة لن يكون لديهم أطماع وطموحات لا يمكن أن يحدد منها ويحد منها سوى أن تمتلك الإرادة والتخطيط والقدرة على أن تفرض أيضا شروطك في هذا التحالف. وكان من المفروض أن يكون وزنك فيه أعلى لأنك بالأخير صاحب الأرض، بعيد عن شعارات أنه تحالف من أجل دعم الشرعية، تحالف تكون موضوعيا لأن هناك مخاطر على دول الإقليم وهناك طموحات لهذه الدول أيضا، وبالتالي منذ البداية فقدان إرادة الاستقلال من الدولة من الأحزاب من السياسيين من النخب وللأسف من قيادة المقاومة كان يؤذن أن القدرة على الاستقلال وعلى السيادة سوف تتأكل من يوم إلى آخر. طيب أنت تتحدث عن نقاط كثيرة دكتور، دعنا ندخل في نقطة عدم امتلاك الاستقلال والسيادة بالنسبة للشرعية اليمنية في أو صانع القرار المحلي. ما هي أسباب ذلك؟ هل هي أسباب نابعة عن طريقة تعامل هذه الشرعية مع الأحداث وطبيعة تواجدها باعتبارها وجدت بعد ثورة شعبية ثم مبادرة خليجية إلى آخره، أم أن هناك فرض عليها هي حاولت لكن الأمر فرض عليها في نهاية المطاف وفقا للأحداث التي جرت في نهاية المطاف في الانقلاب أتحدث؟ هناك أسباب موضوعية، أولها أن تفجير الحوثيين لحرب أهلية في البلد كان سيؤدي بالضرورة إلى تآكل قدرة الاستقلال عند كل الأطراف السياسية ما فيها الدولة الشرعية، وبالتالي تحول اليمنيين وأطرافهم بما فيهم الدولة إلى أطراف يعني مستتبعة بهذا القدر أو ذاك للقوى الدولية والإقليمية. الأمر الآخر أن الدولة لم تكن تتوفر على الأدوات ولا على المؤسسات التي تستطيع أن تنفذ منها قرارات، لكن هذا لا يعني أنها لم تكن تستطيع أن تحقق توازن. كيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟ دعني أنقل هذه النقطة دكتور معن إلى ضيفي هنا الأستاذ عبد الكريم، كيف يمكن تحقيق هذا التوازن؟ يعني إذا ما كنت تتفق مع دكتور معن في وجهة نظره، كيف يمكن تحقيق توازن ما بين الظروف الموضوعية على الأرض وما بين ما يفترض أن يكون لتحقيق السيادة والاستقلال بقدر الإمكان للقرار اليمني أستاذ عبد الكريم؟ حقيقة أنه قضية وجود الأدوات التي ممكن تحقيق السيادة من خلالها اللي هي مثلا قضية المؤسسات الرسمية للدولة هي كانت موجودة في الأساس، ولكن للأسف الشديد لم يتم تفعيلها. يعني مؤسسات الدولة هي كانت كلها موجودة وعمل في الفترة الماضية من قبل التحالف بالذات مع التواطؤ إلى حد ما من قبل الحكومة على عدم تفعيل هذه المؤسسات حتى لا يتم تقوية اتخاذ القرار الوطني في إطار الحكومة، وكلها يعني لخدمة أطراف معينة لا تريد لليمن الاستقرار وإنما تريده أن يستمر في دائرة الصراع والتجاذب وفي دائرة أن يظل ضعيف ويعني مسلوب الإرادة. من أسباب أيضا الأساسية في ضعف القرار والسيادة هي قضية أنه المسؤولين الشرعية للأسف الشديد
لم يكونوا على قدر المسؤولية ولم يكونوا على قدر اللحظة التاريخية التي يعيشها اليمن، فنجدهم تقريبا معظمهم أو نسبة عالية منهم جدا انخرطوا في مواضيع الاهتمام بمزاياهم الشخصية، وانخرطوا في قضايا الفساد والتعيينات العائلية بدءا من رئيس الجمهورية مرورا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء مرورا بجميع المسؤولين، وهذا جعلهم مكشوفين أمام الخصم أو الحليف، دعنا نسميها الحليف الماكر، عندما رآهم يعني غير مهتمين بالقضايا الوطنية الهامة استطاع أيضا أن يتمكن أكثر وأكثر من انتزاع القرار السيادي منهم، لأنهم توجهوا إلى قضايا شخصية وليست وطنية، وبالتالي استمرت دائرة الضعف في أداء الحكومة والشرعية. طيب دعني أعود إلى الدكتور معن دماش في نقطة أنه تحدث على أن المقاومة الشعبية أيضا كانت فاقدة للاستقلال وقرارها لم يكن بيدها إلى حد كبير. يعني هذه النقطة دكتور معن، المقاومة الشعبية ليس يعني لا تعني فقط المسؤولين العسكريين أو العسكريين فيها، هناك ربما أيضا يعني الشرائح المجتمعية الداعمة لها. هل كانت أيضا هناك إشكالية من قبل الناس أنهم تأملوا خيرا في التحالف العربي أو ما شابه خلال هذه الفترة الماضية؟ تأملوا خيرا لأنه جرى تضليل لهم من قبل السياسة المقابلة الصحفية والإعلامية. المقاومة منذ بدايتها كانت تمتلك كل شروط الاستقلال، لكن جرى ربطها بالإدارة الحكومية وبالتمويل وتحويل المقاومين إلى جنود رسميين وبرواتب وبحوافز، وجرى أيضا للأسف الشديد إفراغ مناطق كثيرة من المقاومين المحتملين والذهاب بهم إلى مأرب بدل من أن يتم تزويدهم بالسلاح وبالإمكانات الضرورية بقدر الإمكان ليخوضوا حروب شعبية في مناطقهم كما تفعل المقاومة الشعبية. ثم جرى يعني تدمير البنية المعنوية للمقاومة بالحديث عن السلاح الثقيل وعن الطيران وعن الأباتشي، وكل مرة وكأن يعني الدولة تحالف تشتغل مع المقاومة بينما ميزان القوى والواقع كان يقول العكس أحيانا. هذه الأفكار يعني إدارة المقاومة بشكل سلطوي، هذه الأحزاب التي للأسف الشديد مثلما قاد ثورة فبراير إلى المأزق بطابعها الفوقي والشكلي والسلطوي وعدم قدرتها على المقرطة والتجذر في المجتمع وعدم القدرة على العمل المشترك وتوسيع مساحة المصالح وتجذيرها في المجتمع، بنفس الطريقة لم تكن تقبل إلا الهيمنة على المقاومة وإدارتها بشكل سلطوي وتحويلها إلى وسيلة للتربح ولفرض ميزان ومراكز نفوذ جديدة، بينما في كل مكان مورثت المقاومة فيها على أساس شعبي وبشكل طبيعي وهناك الحد الأدنى من الإدارة الديمقراطية لها صمدت شهورا واستنزفت الميليشيات بشكل كبير. لدينا محافظات كاملة يسيطر عليها الحوثيين ببضع مئات، لو أن هناك عشرات المقاومين لشغلوا قطاعات بآلاف الحوثيين في محافظاتهم. رأينا مقاومة في العدين واستمرت شهورا، رأينا منطقة معزولة مثل عتمة تقاوم مرتين ولشهور طويلة واستنزفت الحوثيين وعلي عبد الله صالح عسكريا ومعنويا وبشريا لشهور وخففت العبء. كان من الممكن في الواقع في أكثر من مرة استعادة المقاومة في إب أكثر من نصف المديريات خلال أيام مع كل حدث ارتفاع معنوي، وثم تركت وحيدة. طبعا جزء من المشكلة من التحالف والدولة الشرعية ودولة الرئيس هادي، لكن جزء أيضا من طبيعة ثقافة قيادة المقاومة في هذه المناطق. هذا الحديث ليس حديث جديد، هناك من تحدث منذ البداية عن ضرورة فرض الاستقلال من ناحية للمقاومة نحو الدولة الشرعية وتمثيلها كطرف داخل الإدارة الشرعية وداخل حتى المفاوضات، لأن لديها مطالب مختلفة وتعبر عن مصالح اجتماعية أكثر من مجرد فكرة الشرعية. ومن ناحية أخرى كان من الممكن وكان من الضروري، وهناك كثيرون تحدثوا أن طبيعة العلاقة الدولة مع التحالف ينبغي أن تنظم بشكل محدد عبر وثائق ملزمة، وإضافة إلى الاستقلالية في الإرادة في كل لحظة ودخول في صراع جدي لتحديد المسؤوليات والإرادات. طيب أما دكتور، أن تطلب من دول أن تأتي لتحارب بدلا عنك وتسلحك وتقوم بتمويلك ماديا حتى على مستوى المادي بدل من تعبئة الموارد في المناطق المحررة
كل أزمة اقتصادية يتم التوجه لماذا لا يدعمونا بالمليارات. هذا المنطق متاع ليس منطق لا شعوب ولا منطق حكومات ولا منطق مقاومات. للأسف الشديد الأحزاب الانتهازية والطبقة السياسية الذاهبة والآفلة هي التي كرهته حتى اجتماعيا وشعبيا. لدينا أكثر موارد البلد محررة وينبغي تعبئتها. هذا التعويل على الدول التحالف بتناقضاته وبطموحاتها الغير مشروعة في أحيان كثيرة في البلد لا يقود إلا إلى التهلكة. أشكرك دكتور معن دماج الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من تونس. وقبل عودة إليك أستاذ عبد الكريم نذهب إلى فاصل قصير. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام الى هذه الحلقه من المساء اليمني. مجددا اهلا بك استاذ عبد الكريم. اهلا وسهلا حياك الله استاذ. امام كل ذلك، امام كل ما يجري في اليمن، كيف يمكن يعني دعم القرار الوطني؟ كيف يمكن تحقيق استقلاليه القرار الوطني؟ دوما يعني هنا المعضله، دوما وفق المتاح، وفق ما يتوافق مع طريقه تفكير الطبقه الحاكمه، النخبه السياسيه، المثقفين اليمنيين عموما. ايضا دعم القرار الوطني اليمني يتطلب أولا أن صانع القرار يؤمن بقضيته ويؤمن بأنه قادر على أن يدير هذه المعركة. مهم جدا أن يقوم بدور صانع القرار نفسه، مهم جدا يعني من الرئاسة إلى الحكومة إلى بقية إلى الأحزاب إلى بقية المؤسسات. هناك عدم إيمان من جميع الجهات هذه بدورهم القيادي في هذه المرحلة الصعبة، وهذا ما جعل الآخرين أصلا أن يؤثروا. أيضا نستطيع أن ندعم تقوية القرار اليمني من خلال الناشطين، من خلال الإعلاميين، من خلال الإعلام طبعا، بالضغط في على كل الأطراف، يعني بالضغط على صانع القرار نفسه بحيث أنه يقوم بواجبه وبدوره، وبالضغط على القوى التي تحاول أن تسلب هذا القرار من خلال تعريتها وكشفها وفضحها أمام الأمر أمام العالم. وبالتالي فإن صنع القرار يعني في اليمن يتطلب إلى عملية إلى مجهود كبير الآن، لأنه أصلا سلب يعني حقيقة من قبل دول التحالف بشكل كبير جدا، وأصبح صانع القرار اليمني شبه مستسلم تماما في سياساته وأدواره للتحالف. مهم جدا تقوية أدوار الأحزاب السياسية الآن يعني في هذه الفترة لما لها من دور وطني، وكذلك يعني إعادة تفعيل المؤسسات الرسمية الحكومية ومن ضمنها أيضا مجلس النواب. أعتقد إذا أعيد تفعيله ممكن يساعد بدرجة كبيرة بحكم تركيبته وتكوينه في محاولة استعادة القرار اليمني. طيب يعني هل يعني يمكن لهؤلاء جميعا، يعني دعنا نبعد الحديث الآن ولو قليلا عن الحكومة أو الرئاسة، تتحدث عن مجلس النواب أستاذ عبد الكريم، هل يعني هل من الواجب أن يعقد مجلس النواب حتى يكون النواب فاعلون؟ أليس بالإمكان أن يكون هناك طرق أخرى لتحقيق نوع من الفعل بغض النظر عن قيام مجلس النواب بعقد جلسات؟ مجلس النواب كمؤسسة لكي يقوم بدوره لابد أن ينعقد، ولا لأن أعماله في الأساس يعني هي تعتمد على قضية طرح القضية ومن ثم نقاشها أمام الرأي العام ومن ثم التصويت عليها. لا يكتفى دوره بأن يكون مثل الجهات الأخرى أن يصدر بيان أو يظهر إعلاميا في أي مكان.
فيه آلية محددة لمجلس النواب حتى يقوم بدوره، وبالتالي تقتضي هذه الآلية أن يعقد مجلس النواب. مجلس النواب يحتاج في البداية إلى أن يستعيد هيئة رئاسته لأنها مختطفة الآن لدى الانقلابيين في صنعاء حتى يتمكن من أداء دوره. مجلس النواب محتاج أن يمارس دوره من خلال العاصمة الاقتصادية عدن بحسب قرار رئيس الجمهورية، لأنه كان قد تم الترتيبات هناك وأعدت القاعات وأعدت الأمانة العامة للعمل والتفعيل من هناك. مجلس النواب محتاج أنه يمارس دوره الرقابي على الحكومة. طيب، ونحن نتحدث الآن وهناك أحاديث كثيرة عن أن الشرعية مستلبة. الرئيس عبد الرب المنصور هذه في أكثر من من رأي يقال أنه غير قادر على إلا على مسايرة التحالف فيما يطلب ويريد. هل هناك مخاوف من أن يكون في لحظة من اللحظات مجلس النواب غير قادر على الانعقاد إذا لم يدعه الرئيس هادي، وإذا كان هناك شروط عليه من قبل التحالف أن لا تتم دعوة مجلس النواب؟ نعم، كيف سيتم إذن التعامل معها في ذلك من الوقت؟ من أسباب الانفجار الذي حصل في عدن الفجائي هذا للمجلس الانقلابي هي من أهم النقاط كانت بالنسبة له هو إعاقة انعقاد مجلس النواب، وصرح بهذا عيدروس الزبيدي بشكل واضح أنه لا يمكن أن يسمح لمجلس النواب بالانعقاد لهذا الانعقاد من أهمية ومؤشر سياسي كبير جدا، لأنه إذا انعقد مجلس النواب فإنه يعطي مؤشر بأن مؤسسات الدولة بدأت تستعيد عافيتها وبدأت تشتغل، وأيضا سيقوم مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي على الحكومة من خلال إقراره للموازنة العامة للدولة ومن خلال متابعة أعمال الوزراء، وهذا واضح جدا أن من وراء المجلس الانقلابي هم من يرفضون هذا الدور لمجلس النواب، ولذلك أوعزوا إليهم بالقيام بهذه العملية حتى يعيقوا عمل مجلس النواب. لكن سيد عسكري، يعني ما تتحدث به من الخطورة بمكان أنه إذا غابت الشرعية الآن لا إمكان للفاعل الوطني أن يقوم بأي شيء. المقاومة كما يقول الدكتور معن لديها نوع من الضغوط والتعامل مع الخارج، المسؤولين الحكوميين يعني لديهم قرار مفروض من الخارج وليست لديهم استقلالية، الحكومة كذلك، الشرعية كذلك، مجلس النواب لا ينعقد إلا إذا كان رئيس الدولة دعا لانعقاده وسهل مهام انعقاده. إذا كان رئيس الجمهورية كل هذه المركزية، إذا كان رئيس الجمهورية مختطفا ومسلوب القرار وغير قادر على أن يعني يقوم بفعل، فالدولة كلها في هذه الحالة غير قادرة على الفعل. وهذا يقودنا إلى النقطة البداية التي ذكرناها والتي هي ما هي نوايا التحالف الحقيقية في اليمن؟ لماذا يقوم بإعاقة الحكومة اليمنية أو الشرعية عن أداء دورها؟ لماذا طيب ما هي الحلول البديلة إذا كان التحالف كما تقول وإذا كانت الحكومة كما تقول، ما هو البديل؟ ما هي الحلول المطروحة أمام الناس ليتعاملوا معها؟ الحلول هي حقيقة بيد الشرعية نفسها، يعني تستطيع إذا أرادت تدخل دول أخرى مثلا؟ أولا يستطيع من خلال فتح حوار جاد مع دول التحالف، من خلاله يتم وضع النقاط على الحروف، يجب أن يدخلوا في حوار يحدد ما هي دور دول التحالف بالضبط وما هو دور الشرعية حتى الناس تمشي على شيء واضح. إذا لم يلتزم دول التحالف بهذا النقاط التي ممكن يتحاوروا عليها، هنا من حق الشرعية كما طلبت منهم التدخل من حقها أن تنهي دورهم. ما الذي سيحصل إذا أنهت دورهم؟ الشرعية مستلبة، البلد محتلة في صنعاء محتلة من قبل انقلابيين، وفي عدن محتلة من قبل انقلابيين آخرين، ما الذي سيحصل شيء جديد؟ يجب على الشرعية أن تحترم نفسها وتحترم شعبها وأن لا تمثل غطاء الآن لدول التحالف لتنفيذ سياساتها في اليمن الخاصة بها والبعيدة عن مطامع ومصالح الشعب اليمني. طيب دعني أنقل هذه النقاط إلى الضيف الذي ينضم إلينا الآن، مستشار وزارة الشباب والرياضة حمزة الكمالي. أهلا بك أستاذ حمزة. أهلا بك. للتصحيح أنت وكيل وزارة الشباب والرياضة. أهلا بك أستاذ حمزة. إذن سمعت ما تفضل به الأستاذ عبد الكريم. هناك إسقاط. تسمعني أستاذ حمزة؟ أيوة أسمعك. تفضل. نعم، هناك إسقاط لمؤسسات الشرعية في عدن، تمرد، انقلاب بصيغة أخرى أيضا. أين الشرعية مما يحدث؟ أين الرئيس عبد الرب المنصور هادي؟ أين الوزراء؟ أولا
علينا أن نقول أن محاولة التمرد فشلت. هذه النقطة الأولى التي يجب أن تكون كمعلومة. محاولة التمرد على الشرعية من قبل القوات التي تسمى نفسها بلجنة الانتقالية. أستاذ حمزة، كان الحديث على الانقلاب منذ شهر 5 الماضي أن هناك انقلاب على الدولة، وقيل أنه تم وأده. الآن هناك محاولة تمرد والآن تقول أنه تم وأده. إلى متى ستستمر هذه الأمور أمام الشعب؟ ما الذي يحدث هو نتاج للحرب. نحن خرجنا للتو من حرب داخل عدن، وما زالت الحرب مشتعلة في جبهات أخرى. نحن الآن في حالة حرب كاملة. طبيعي أن يحصل مثل تنفلت بعض القوات، تنفلت بعض الذين تم الاتفاق معهم، بعض من شاركوا في المعارك، وأنا أشك أن هؤلاء الذين يقومون بالتمرد على الدولة واقتحام الدولة هم شاركوا في المعارك. هذا كلام غير منطقي وغير صحيح. هؤلاء خارج نطاق الدولة، خارج نطاق الشرعية. هذه جماعات أتت وقفزت واستلبت وسرقت اسم المقاومة وأرادت أن تتاجر باسم المقاومة. ليس لهم أهداف واضحة، هدفهم الرئيسي هو الفوضى، وإلا لو كان لهم أهداف واضحة يعني هم فشلوا. الآن الحكومة ما زالت تمارس عملها، رئيس الوزراء موجود، الوزراء موجودين، كل الوزراء الذين كانوا موجودين قبل هذه الأحداث ما زالوا موجودين داخل عدن. الحكومة والوزارات خارج مقراتها تمارس مهامها، وليكن الأمر هم موجودين بمعنى أنهم على قيد الحياة. أستاذ حمزة، ربما هذا صحيح، هم أيضا الرئيس عبد الرب منصور هادي موجود في الرياض، لكنهم غير موجودين أمام الناس، لم يظهروا أمام وسائل الإعلام، لم يتحدثوا، لم يكاشفوا الشعب أبدا. لا، الوزراء تحدثوا أمام وسائل الإعلام وتكلموا وصرحوا. كان هناك تصريح صحفي لرئيس الوزراء اليوم، كان هناك تصريح أيضا لوزير الأوقاف، ومتحدث الحكومة بالأمس تحدث، والوزراء تحدثوا. من يقول أن الوزراء لم يتحدثوا، لم يتفاعلوا، لم يتكلموا؟ العلم هذا الكلام غير صحيح. هناك أمر آخر يجب أن أوضحه. هناك إشاعات تقول بأن هناك قرارات سياسية مرتقبة. أنا أريد أن أنفي هذه الإشاعة نفيا رسميا الآن. وهناك يقول بأن هناك بيان سياسي مرتقب لرئيس الجمهورية، وهذا الكلام غير صحيح. هناك اجتماع الرئيس وبمستشاريه وبالقوى السياسية، وحددوا موقفهم من هذا التمرد الذي حدث في عدن، وكان موقفهم واضح، وأعطوا أوامرهم للقوات في بداية الأمر بالمواجهة. ومن ثم عندما تم الاتفاق على تهدئة عبر الوساطة التي قادتها المملكة العربية السعودية، تم الالتزام بالتهدئة، تم الغد بهذه التهدئة. لكن في هذه اللحظة تم إعادة هذه المعسكرات، واستلمتها قوات من المقاومة الجنوبية التي نرتضيها نحن. والقوات هذه هي قوات التي شاركت في تحرير عدن، وهي قوات اخترناها بأنفسنا. على أي أساس تمت التهدئة أستاذ حمزة؟ الآن 40، ما يقارب من 40 شخص قتل، 180 وأكثر ربما جرحوا في عدن. هؤلاء فقط لأن في يوم وليلة يتم الحديث على أنه كانت هناك محاولة تمرد وتم الاتفاق على أن تنتهي بوساطة سعودية. إلى متى ستستمر الأمور على هذا النحو؟ أنا أسأل سؤال، قتل 40 شخص كما تقول وجرح أكثر من 180 شخص، هل معناته أن يستمر نزيف الدم، يستمر القتال؟ هل هذا معناه أننا يجب أن نستمر القتال ليرضى الناس عني؟ هل تمت إزالة الأسباب الموضوعية التي دعت إلى ذلك في الأساس أستاذ حمزة؟ أنا مسؤول عن مواطنين، ومسؤوليتي أن أحمي المواطنين وأن يكون هناك استقرار وهناك أمن في بلدي. أي محاولة للمزيد من الصراع نحن نقوم بواجبنا، حماية المؤسسة الدستورية، حماية مؤسسة الدولة، وإذا زاد الصراع عن حده نواجه ونقاتل ولا نقف مكتوفي الأيدي. لكن إذا كان هناك مجال للتهدئة، مجال للسلام، مجال لحقن الدماء، ومجال للحفاظ على الدولة بدون الاستهتار والتنازل عن مقومات الدولة، هذا الأمر نحن نرحبه، وهذا موقف الرئيس ورئيس الحكومة. ونحن قلنا، والرئيس في بيانه من بداية الأمر قال بأنه يرحب بضبط النفس، لكنهم لن يسمحوا وسيقاوموا وسيواجهوا من يعتدوا على مؤسسة الدولة. طيب أستاذ حمزة، وهناك ما يشاع على أن رئيس الجمهورية سيقوم بطلب يعني إيقاف تدخل الإمارات في التحالف العربي، هل هذه المعلومات صحيحة أم أن هناك حاجة لإيقاف هذه الإشاعة؟ قال في الإعلام من شأن بقية الإشاعات. الرئيس عبد الرب منصور هادي إذا ما شعر وإذا حس بأنه أي طرف أيا كان، وليس التحالف فقط، يعيق إعادة الشرعية، هم أتوا بطلب الشرعية وسيذهبون بطلب الشرعية. هؤلاء لم يأتوا بأنفسهم ولم يكون الطلب منهم، هؤلاء أتوا بطلب الشرعية. لكن أنا أريد أن أكون واضح، نحن لن نسمح بالتفريط بالشرعية، ولا في تصوري أن التحالف نفسه لا يمكن أن يتفرط بالشرعية. الشرعية تمثل المشروعية القانونية العاصمة الحزب، تمثل الشرعية وتمثل قانونية هذه الحرب. إذا ما تم التخلي عن الشرعية، وإذا ما تم الانقلاب على الشرعية، المتضرر الأول هو التحالف وليست الشرعية. التحالف سيفقد غطاءه القانوني، وما تروج له إيران بأنها حرب بين الخليج واليمن سيصبح حقيقة ولن يصبح مجرد إشاعات وكلام. لذلك أنا أعتقد أنه هناك علاقة تكامل بين الشرعية وبين التحالف. وأنا أقول بوضوح، نحن نثق في المملكة العربية السعودية، ونثق في قيادتها وفي الملك سلمان، وهم يريدون مصلحة اليمن وأعمالهم وتضحياتهم وما يقومون به على اليمن. هذا محل
تقديرنا وتقدير الجميع، ونحن نقول بوضوح أنه نحن كشرعية نقوم بما علينا وفق الإمكانيات المتاحة لدينا. أشكرك أستاذ حمزة الكمالي، إذن وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمعذرة على ضيق الوقت، شكرا لتواجدك معنا بثلاثين ثانية. إذن هو يثق بالمملكة العربية السعودية والملك سلمان إلى آخره من كلام الأستاذ حمزة الكمالي، وهو كما يبدو موقف الشرعية أيضا. ما تعليقك أستاذ عبد الكريم؟ أي ثقة تحتاج إلى مؤشرات على أرض الواقع. إذا عندهم مصداقية في مساعدة الشرعية واستعادة قرارها، فليكون بخطوات عملية على أرض الواقع بتمكين الشرعية من العمل الحقيقي في الميدان، وليس من خلال التصريحات الإعلامية. شكرا لك عضو مجلس النواب اليمني أستاذ عبد الكريم الأسلمي على تواجدك معنا في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ولجميع الضيوف الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان، وتحيات الزملاء أسامة عادل ومنصور النقاش ومحمد المقبلي وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.